خبر سار لأصحاب المعشات تم إعلانه منذ قليل. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر، من فضلك انزل اشترك في القناة حالا من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر التنبيهات علشان يصلك كل جديد. خبر سار لأصحاب المعشات يتم إعلانه منذ قليل قبل ساعات من بدء الصرف. تفاصيل الخبر، قال الدكتور محمد العقبي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك 4350 منفذ يستطيع من خلالها أصحاب المعاشات سحب مستحقاتهم، وتم الاتفاق مع وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتنمية المحلية وعدد من المحافظين سيتم استخدام المدارس ومراكز الشباب لتحويلها لمنافذ صرف خاصة بالقريبة من مكاتب التأمينات. وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج اليوم المذاع على شاشة دي ام سي والذي يقدمه الإعلامي سارة حازم إن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج قررت تفعيل كل البطاقات التي كانت متوقفة لإعادة تنشيطها وإعفاء أصحاب المعاشات من إعادة تنشيط بطاقاتهم في مكاتب التأمينات لتوفير المجهود وتخفيف الضغط على المكاتب. وأشار مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم تحويل المعاشات المحولة على حسابات في البنوك من غدا الأربعاء. قررت وزيرة التضامن تقسيم أصحاب المعاشات لشرائح بحيث يتم تخصيص أيام بعينها لكل شريحة، حيث وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على الخطة المقدمة من رؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة التكدسات أثناء صرف المعاشات الخاصة في شهر إبريل. وأكدت الوزارة أنه تم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل، وإن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2,400,000 قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافق 1/4/2020 و2/4/2020 و4/4/2020. أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة.